انت كنت فين يا ابني؟ استنى بس يا عم هقول لك في ايه. انا جيت اهو، في خبر كده هقول لك عليه بس مش عايزك تتضايق. ايه انجز. الملعون اللي اسمه بلحه ماله بلغ علينا وقال ان احنا قلبناه. يا خبر اسود ومنير، انت بتتكلم بجد؟ ده احنا كده هنروح في كلابوش، ده غير البهدله وقله القيمه والتلطيش. طب وبعدين هنعمل ايه؟ حل عبقرينه. لا ما تقلقش، انا فكرت وجاهز وهتشوف كمان. يلا بينا. يعني انتوا بتتهموه؟ اه بنتهم. يا ابن الكدابه. انا كداب؟ يا باشا ده مش كدابه يا باشا، هو ده اللي كدابه يا باشا، وكان عايز يموتنا والله، والعيال دي ما كانتش تبلغ هنا غير لما كانت هتموت. صدقني والله يا باشا زي ما بقول لك كده، والله العظيم الكلام ده حصل صح يالا ولا ايه؟ والله العظيم حصل يا باشا. عليا القناع عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. الواد ده سرقني يا باشا. سرقك؟ سرق منك ايه؟ يا باشا والله العظيم احنا غلابه، الواد بلحه دوت هو اللي سرقنا وكان عايز يموتنا، ولولا استاذ احمد يعني احنا كنا نعمل محضر وناخد حقنا بالقانون وبالعداله. اصل يعني محسوبك يعني بيحب العدل والعداله. ايوه يا باشا والله العظيم صدقني احنا الكلام ده مظبوط يا باشا، ده كان عايز ياخدنا يموتنا هناك. حرام يا باشا، حرام حرام العيال دي يا باشا تموت كده في طيس يا باشا. طب نموت طيب في ده البلد، طيب نموت في ده البلد، نموت في ده مصر، مش نموت في طيس البحر يا باشا. والله العظيم انا صعبان على اللي حصل يا باشا. ده مصر دي غاليه عندنا قوي. انا نادر عليا يا باشا والله العظيم، بس هي من بلدي. أنا هموت في بلدي يا باشا. خلاص 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 يا باشا، أنا عايز حقي. لا بس عدالة يا باشا، عيب عليك. لا والله العظيم ده هتنفع شغل في السينما. يا الأخبار يا حماد؟ لا ده 100 100، ده الواد طلع أصلا. العيال طلعت تمام 100 100، كله زي الفل. شكرا يا رجالة. إيه ده إيه ده، أنت هتخلعه ولا إيه؟ يا جدع في أنت هاجم علينا كده؟ أحط لك جنبك جدع في إيه؟ إحنا قدام الاسم ميايا كده. أوضة إيه يا عم؟ لا أنا عايز ميايا. يستاهلوا؟ أه يستاهلوا بصراحة. ماشي. كم واحد؟ ثلاثة هم المية بس. طبعا الفول ماشي. يلا زي بعض كله تمام. انت جايب العيال دي منين؟ يلا انا بحسبك هتسالني على الفلوس. يعني عيال في اكتر منها متلقحه فوق الكباري. يا عم احمد بس قضيه المصلحه يا خالتي، من قالك قبل كده انه عايش هنفلك بيه؟ بس خش ربنا يا ابني يطمن قلبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ كلمهولي، انا اللي عايزه اطمن واسمع صوته بوداني. ماشي يا خالتي، انا اكلمه لك عشان تتاكدي ان انا ما بكدبش عليكي. كتر خيرك يا احمد. ادي يا ستي متولي. رد. استني يا حاجه شويه. طيب. الو يا متولي، عامل ايه؟ اخبار الدنيا عندك ايه؟ تمام. بقول لك يا متولي، في حد عايز يكلمك. لا مفاجاه. خد يا سيدي معاك ايه؟ هات يا حبيبي هات. الو متولي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا ضنايا. كده برضو كده برضو تعمل فمك كده يا متولي؟ ده انا متبهدله من غيرك. تعالى بقى يا ابني، هادي عليك بايه؟ اقول روح منك لله، مش هتهون عليا. جاي امتى؟ بجد والنبي؟ طب انا مستنياك يا حبيبي، والله مستنياك. بالسلامه يا ابني. ألف سلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة يا دنايا. تأكدت يا خالتي إنه عايش؟ تأكدت يا حبيبي. بقول لك إيه؟ إيه؟ أحمد والنبي خصيمك محمد كلمه خليه يجي. خلاص يا خالتي، وعد مني أخلي متولي يرجع لك. ربنا يبارك لك يا دنايا، ما تحرمش منك، جميل في رقبتي العمر كله. ماشي، عايزة حاجة؟ لا سلامتك. بقول لك إيه؟ إيه؟ الأمانة اللي عندي بتاعتك مش عايزها؟ خليها ولما عوزها هبقى اطلبها منك. حاضر. سلام. الف سلامة يا حبيبي. يا رب يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. يا رب اعمل ايه بس؟ اسجد لك ركعتين شكر يا رب. الحمد لله الحمد لله. اهلا يا احمد، اتفضل. بتشرب ايه؟ البقالة. لا كمالية. ياه انت لسه فاكر؟ انا اصلا انا ما والله ما عارف اقول لك يا كمالية. انا عارفة، ما كنتش هنا لما سمعت الخبر، بس يهمني انك تعرف ان وجودك جنبنا كان هيفرق معانا كتير قوي. بس يلا الحمد لله عم جمال ما سابناش. جمال مين؟ جمال مين؟ والله العظيم تلاتة، أنا لو كنت فاضي والله العظيم غصب عنك يا ميلي. عارف، ما أنا اكتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه.
يلا معلش. الله يرحمه. الله يرحمه. انا مش عارف اقول لك ايه. انتوا مش محتاجين اي حاجه، اي حاجه اجيبها لكم، اي حاجه اعملها لكم. لا شكرا. وبعدين الست الوالده قامت بالواجب. امي؟ طب بقولك ايه؟ انا كنت عايز اتكلم معاكي في كلمتين كده على جنب. اتفضل. كاميليا، انا عارف ان انت زعلانه مني وانا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ ايوه طبعا يا كاميليا، وقت مناسب ومناسب جدا كمان على فكره. كاميليا انت عارفه انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا او والله يعني. وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خالي يا بت. صح عندك حق، انا بنت خالك وانت ابن عمتي وفي بينا حاجة اسمها صلة الدم، بيقولوا عليها زمان الضفر ما بيطلعش من اللحم، واما الواحد بيحصل له حاجة ما بيلاقيش في ظهره غير اهله. بسم الله عليكي، اديك انت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي انا كنت جاي اقوله لك بالظبط. امال كنت هتهاجر من غير ما تقول لحد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ اهرب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا كنت بهرب من نفسي يا كاميليا، انا كنت بهرب من نفسي، من الدنيا اللي انا عايش فيها اللي انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها لا حق ولا باطل. ولما انت راجل بتقول كده امال انا اقول ايه؟ ده انا اقول اكتر من كده 60 مره. انت عارف يعني ايه كاميليا راجل يبقى معدي ال 30 سنه ولسه ما عرفش يبدا حياته منين؟ انت اللي كنت عايز كده. خلاص يا كاميليا خلاص، انا مش عايزك تقولي كلامي يضايقك ويضايقني. انا اسفه بس انا بقول الكلام ده عشان انت ابن عمتي اللي انا خايف عليه. مش قصدي والله العظيم انا كمان خايف عليك، والله العظيم انا كمان خايف عليك يا كاميليا. بعدين انا مش عايزك تزعلي من امي، امي دي ست كبيره ودماغها على قدها، انت فاهمه والله العظيم بتعمل معايا اكتر ما بتعمل معاكوا 60 مره. يلا حصل خير. قصدي بقول لك ايه، ما تعوزي طبعا مني اي حاجه انت مش محتاجه يعني تفكري قبل ما تكلميني. ها كنت عايزاك تبقى واقف جنبي في تفنيته، كنت عايزاك تبقى ظهري سندي، كنت عايزك انت اللي تشيل، كنت عايزك انت اللي تاخد عزيه مش عم جمال. تشرب ايه؟ كاميليا انت لسه بتحبيه؟ انا ما بحبش حد. يلا عايزك تغيري هدومك. اتفقت مع عم جمال هنروح ونشوف معاش بابا ونسوي. مالك؟ انا الصراحه مش عايزه اروح هناك، مش عايزه اشوف روم. بالعكس احنا لازم نشوفه. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. Thank you.
تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو واقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا نغم. البقال لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتك. بس انت برضو كان لازم تقولي لنا. والله احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص، سد خان. انا صعبانه عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش. انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه. الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين؟ كنت بقول له رايحه لنغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت تعمل حاجه غلط؟ ياه انا حاسه دلوقتي بالذنب، حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا يلا بينا قبل ما ينزل علينا. مش متخيله انه مبقاش موجود. انا مش عارفه دلوقتي هنعمل ايه وهنعيش من غيره ازاي. بس يا حبيبتي سمر يا بنتي البقاء لله. حياتك الباقية. بس يا حبيبتي مش كده بس يا سمر. انت لازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبة لي زي لمار بالظبط. اي حاجة تحتاجيها خدي نمرتي من لمار. دي نمرتي الشخصية، انا مش بديها لأي حد. أنا من النهاردة عندي بنتين سمر ولمار. أوكي؟ خلي بالك بقى أنا بحب بابا جدا، يعني هتلاقيني بنفسن عليكي على طول. خدي بالك مني. ها؟ على فين؟ رايحة لماما. هتعوز مني حاجة؟ لا اتفضلي. سعيد فين؟ نايم فوق. باي باي يا بنات. باي باي ماما. باي. يا لمار يا لمار يا لمار. ايه عايز ايه؟ معايا ضيوف. انت عايز ايه؟ ما بتردش ليه؟ قلت لك معايا ضيوف. مين؟ يا كنت بنت المزه بتاعت الحفله بتاعت امبارح، عرفيني عليها. مش هي، معايا سمر. يا بنت كئيبه. شش حرام عليك، مش عايزاها تسمعك. وبعدين دي باباها لسه متوفي. شفتي؟ مش بقول لك كئيبه. اطلعي باي حاجه من معاكي يا جدع لو ماما سايبه معاكي حاجه يعني. ماما مش سايبه معايا حاجه. اه مش سايبه حاجه. طب ما تجيبي انت اي حاجه. بس لو بابا عرف على فكره هتبقى كارثه. ماشي ماشي محدش عارف. يلا امشي بقى امشي. يا عيلة من احلى بيها الله ربنا. بقول لك انا همشي. لا تمشي ده يرحم عليكي بقى، ما هو المشوار تقيل على قلبنا كمان. الله خلينا نخلص منه. ازيك يا رب؟ هو انت عرفت ان بابا توفى؟ عرفت. طب مش كان يصح برضه تيجي تعزينا؟ لكن اكيد في حاجه مهمه هي اللي منعتك. ما تعرفش مكتب عم جمال فين؟ هو موجود في مكتبه اخر الطرق. طيب انا هروح لعم حصلني. نجلاء على فكره ما جيتش هنا عشان كويس انك جيتي. في مكان انت عايزني؟ اه انا كنت عايز اتكلم معاكي. غريبه ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسني ان انا مخطوبه وان انا ليا ظهر. هو انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الحكايه دي. أوي أوي. بتحب ان احنا نتكلم فين؟ مكتبي كويس. اتفضلي. هو انا سألت سؤال غلط ولا ايه؟ لا هو مش غلط ولا حاجة يا كاميليا، بس أنا مش عارف أقول لك إيه. إحنا أصلنا بعد ما مات عبد العزيز الله يرحمه اكتشفنا إنه طول عمره كان شغال معانا هنا مع دعم المؤقت. يعني عمره ما كان متعين على درجة وظيفية. عقد مؤقت ازاي؟ انت بتقول ايه يا عم جمال؟ اعمل ايه؟ ده اللي حصل. يعني انا ابويا ليه مكافأة وليه معاش ولا ملوش حاجة؟ انا مش هينفع اشرح لك الحكاية دي هنا عشان دي حكاية محتاجة وقت. انتي دلوقتي تروحي
وانا هاجي لك البيت اشرح لك الحكايه دي بالتفصيل، اعرفك اللي ليكوا وايه اللي عليكوا واللي في الخير يعملوا ربنا ان شاء الله. ايه ساكت ليه؟ بتدور على حاجه تقولها؟ لا ابدا، بس متضايق. صح، انت عندك حق، انا مش هقدر اقول لك اي حاجه. انا غلطت لما خبيت عليك اني عندي الصرع، بس قلت يعني مش هتفرق معاك، قلت طالما احنا بنحب بعض واخترنا بعض خلاص. بس انا كان لازم اعرف. عندك حق، بس ده يعني يخليك ما تجيش وتقول لي بقاء لله وتقف معايا في موقف زي ده؟ طبيعي كنت متضايق وزعلان، حسيت اني خدعتيني. خدعتك مره واحده؟ ليه؟ اكتشفت ان انا كنت بحب حد وخبيت عليك يعني، ولا اتجوزت وما قلتلكش؟ والله ما تفرقش كتير. اه بجد؟ انت شايف ان هي ما تفرقش كتير؟ ماشي. على العموم انا عارفه انت عايز ايه. اتفضل. انا هعتبر ان انا اللي فسخت الخطوبه. شبكتك هدي لك بكره. وريت بقى تبقى تبعت حد يتمم عليها لا تكون حاجه ناقصه. بتتكلمي كأن انا الغلط. لو كنت انا اللي خبيت عليك حاجه زي دي كنت هتعملي ايه؟ اقول لك انا. كانت الآية تتبدل. تعتبري ان انا خدعتك وكدبت عليك وتعملي اكتر من اللي انا عملته. على فكره بقى، انت اللي مش مظبوطه. لو سمحت كفايه قوي لحد كده. يلا يا نجلاء، احنا غلطنا ان احنا جينا. نجلاء نجلاء، اجيب ميه اجيب ميه. تشربي ميه؟ نجلاء انا اسف. تشربي ميه تاني؟ يلا نمشي. قومي 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 يلا. طب استريح. قومي. شكرا. انا عارف انك زعلانه مني، بس حبيبتي انت وحشاني وكان نفسي اشوفك حتى لو ماما مش عايزه. والله اتصلت بيك كتير. بابا، هو انت عايز ايه؟ يعني حضرتك عايز ايه من الزياره دي؟ نشوف بعض؟ اه. طب قد احنا شفنا بعض اهو، كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحوالي. عايزني اعمل ايه؟ كنت عايزني اسيب كل العز اللي انا عايشه فيه والفلوس والحياه اللي تتمناها اي بنت واجي اعيش معاك؟ اعيش معاك ومع بنات سميه زي ما ميرا عملت؟ عايزني افضل طول السنه عماله ارقع في هدومي؟ ولا عايزني استلف هدوم الشتاء والصيف من الجيران عشان ابقى بنت كويسه وبتحب ابوها؟ انا ما كنتش غلط، انت اللي غلط. انت اللي كنت عايز تفضل موظف تستنى المرتب كل شهر. كنت عايزنا ناكل ونشرب ونعيش كلنا بمرتبك اللي مش مكفي حتى مواصلتك للوزارة اللي بتشتغل فيها. انا مقدرش اعمل كده. انا بحب الحياة. ادخل.
استاذ سامح عايز حضرتك. اه اوكي خليه يدخل. تمام. اتفضل استاذ سامح. قعدت اقول هتتصل. طب يا ستي مش علشان عشان خاطر الشغل؟ والله انا كنت هكلمك بس يعني معلش حصلت مشكله صغيره كده. مشكله صغيره وانا موجود؟ ده كلام برضه. اتفضل. سامح ممكن تقولي انت عايز ايه بالظبط؟ عجباني. هي دي مشكلتك؟ انت شايفه ان دي مشكله قليله؟ سامح انت مشكلتك انك بتدخل الشغل في العلاقات الشخصيه. كله منفذ على بعضه. ايه؟ قلت حاجه غريبه؟ لا بس طريقتك هي اللي غريبه. صدقيني هي دي الحقيقة. الناس هتقولك عايزين الحب البيور الأفلاطوني بس الحقيقة مش كده. كل واحد عاوز من اللي قدامه حاجة. وإيه بقى هي الحاجة اللي أنت عايزها مني؟ عاوزك أنت. ساعتها بكسبت كل حاجة ومعايا أحلى بنت في البلد كلها. طب وأنا؟ هبقى كسبت إيه؟ أشطر رجل أعمال. انت غلسة قوي النهارده. لا انا هقوم اسيبك بقى. لا لا معلش بس اصل انا والدي توفى امبارح. ايه؟ لا انا اسف. هي في حياتك؟ والله ما كان عندي علم باي حاجه. كنتش اعرف خالص. عادي مش مشكله ولا يهمك. طب خلاص لو حابه اسيبك لوحدك اجي لك وقت تاني. لا استنى. انا مش عايزه اقعد لوحدي. أنا عايزة أخرج. يا سلام بس كده؟ تحت أمرك. طب يلا بينا. يلا بينا. ايه مالك؟ قلبة وشك ليه؟ متضايقة. بقول لك ايه؟ الحزن في القلب بقى فكيها وما تخليش الراجل يقفش من انا. انا متضايقة من كمالي عشان مدت ايدها عليا، وانا عمري ما حد مد ايده عليا. هقول لك على حاجة بس ما تزعليش مني يعني. قولي يا حنان. هي مش من حقها انها تمد ايديها عليكي، وانا لو كنت مكانك كنت رديت لها القلم في ساعتها. هي كده هتعمل عليكي الكبيرة. هي عملت خلاص. يبقى انتي لازم تاخدي بالك قوي من تصرفاتها وتشوفيها هتعمل ايه. مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه بالظبط. يعني خدي بالك عشان الحاج الله يرحمه اكيد شايل له قرشين كده ولا كده وهيخرج له معاش وهي لما هتصدق تكوش عليهم. ساليني انا يا شيخه. مش للدرجه دي بقى يا مروه. انا بنصحك بس في الاخر انتي حره. الواحد لما بيشوف النسا النظيفه دي بيحس ان عمره مستحمى. الواد ابيض بيبرق زي الفل. لا اكيد ما بيستحماش بميه زينا، ميه معدنيه اهو كلوني. طب خدي بالك بقى عشان ريحتك فاحت. عارفه قسم التصميمات؟ لا. اسالي اي فراشه يقول لك عليه. تروحي تاخدي الرسومات من هناك وجري على المصنع تسلميها وتيجي تاني على طول وعلى الله تقولي لي ما تعرفيش فين المصنع. هسال. اسالي. بقول لك ايه؟ نعم. ميت حبيه عايزك جوه. انا؟ انتي. وشوفي عايز ايه؟ حاضر. استني. نعم. ظبطي نفسك كده عشان ما تدخليش مبهدله. حاضر. يلا. ماله ده؟ الهي يجي لك حجز في رجليك يا شيخ. بتقولي ايه؟ خبطت ركبت الله يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ ما تروحيش اروح سوا ماشي؟ اوكي. يلا. Yeah.
العرض اللي فات كان سيء جدا، انا مش هشتغل مع الناس دي تاني. بعدين ايه البنت اللي انت كنت جايبها دي يا بابا؟ زفت طبعا. انت ما كنتش شايف بطنها قدامها كانت عامله ازاي؟ اسمع اسمع، الموديل هي اللي بتبيع المنتج طبعا. الستات بتصدق ان الفستان هيبقى عليها زي ما هو على الموديل بالظبط. لا لا لا، احنا اللي بنعمل البنات دي، اللي مش عاجبها مع الف سلامه. مليون غيرها يتمنوا يبقوا مكانها. لا معلش، يعني محتاجه اريح شويه عشان السيزون الجديد. ماشي ماشي، على السلامه. انت البنت الجديده؟ اه مروه مش كده؟ اه اسمي مروه. خريجة ايه يا مروه؟ انا خريجة اداب. اداب ايه؟ اداب فلسفة. بس جامدة فلسفة شديدة الحقيقة. طيب بص يا مروه، انت هتاخدي المجلات دي تقريها كويس وتطلعي كل المقالات اللي اتكتبت عنها، تكتبيهم في تقرير وتقدميهم لي على حسب الاهميه. حاضر. فاهمه؟ اه حاضر، تحت امر حضرتك. عن اذنك. انا اسف. يا لؤي، البنت اللي انت جايبها دي؟ ماشي يا سيدي ماشي، اما نشوف. استاذ لؤي، ايه ما كلمتنيش ليه؟ بقول لك ايه، ابعد عن اخوك، انا مش ناقصك واحد ابوك. لو بقى هتزعلني تاني؟ انت عايز ايه؟ انت البنات دي ما عجبتكش؟ لا 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 لا، كده انا شامم ريحه وحشه قوي في كلامك. على فكره البنات دي محترمه جدا وجايه هنا عشان تشتغل وبس، وبعدين انت كده بتشتمني. يا لؤي انت على طول فهمني غلط كده يا اخي، انا قصدي يعني ان احنا شركه فاشونز ولازم يكونوا لايقيني على الشغل بتاعنا، يعني انت بتفهم ايه بس؟ اه اذا كان كده معلش، لو سمحت بقى غور عن وشي عشان انا مش طايق ايوه ايوه. يا اهلا يا استاذ جمال، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ عبد الله. انا قلت اجي اقعد معاك شويه كده، وبالمره اشكرك على وقفتك معانا في جنازه الله يرحمه عبد العزيز. يا سيدي ده واجب يا اخي، مع انك ما تعرفوش. الموت ما فيهوش تعرفه وما تعرفوش. واضح ان انت راجل طيب. الله يخليك. اتفضل يا سيدي، بس يا رب بقى يعجبك. اصلا يعني في المطبخ مش قد كده. اي حاجه من عمايل ايديك تبقى زي الفل. الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده، دي الاوضه بقت حاجه تانية خالص يا استاذ عبد الله. واضح ان حضرتك بتحب النظام. يعني على قدي. وحضرتك متجوز؟ لا. ولا كنت متجوز؟ كنت. أنا بقى لا كنت ولا حكون. اتفضل يا سيدي اتفضل. يزيد فضلك يا سيدي. اتفضل. يا أهلا 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 وسهلا، شرفتني. أصلا بقى كنت كل ما أجي أفكر في الحكاية دي أقول إن شاء الله بكرة الحال هيبقى أحسن، بكرة المرتب هيتعدل، بكرة هلاقي وظيفة تانية أحسن من الوظيفة اللي أنا فيها دي. إنما للأسف ما حصلش. إن شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله ويكرمنا جميعا. خلاص بقى ما عادش ينفع. أنا أصلي صاحب مقولة إن فاتك الميري
اتمرغ في التراب. وانت بقى ايه ظروفك؟ انا بقى لا اتمرمغت في الميري ولا تراب الميري رضي مرمغني فيه. قصدك ايه؟ قصدي يعني انا على باب الله، الشغل اللي بلاقيها بشتغلها وبستناها بكره. وما كنتش انجبت اطفال يعني؟ لا في الحقيقه انا طلقت بعد ما اتجوزت بست شهور. ما اتجوزتش تاني ليه؟ اكيد انت ساعتها كنت لسه يعني شاب صغير. ليه دي بقى احكي لك عليها بعدين. طب ما تعمل لنا كوبايتين شاي وتحكي لي. ده يوم المنى.